طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المعروف بمتن أبي شجاع أو غاية الاختصار، قال: كتاب الطهارة: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. كنا في الحلقة السابقة قد تكلمنا على معنى الكتاب لغة، وتكلمنا على معناه اصطلاحا، وتكلمنا على الطهارة لغة، وتكلمنا عليها كذلك اصطلاحا وصلا بما سبق، وتكلمنا أيضا على إعراب كتاب الطهارة، وذكرنا ما يتعلق بهذا، وتكلمنا على الطهارة وعلى مفهومها وعلى تعريفها إلى آخر ما سبق ذكره في المحاضرة السابقة، وكل ذلك على وجه الاختصار والاقتصار، فالأمر يحتاج إلى توسع أكبر من هذا، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى يجعل الله لنا لقاء ثانيا في كتاب آخر ونقل ما نريد. بداية، المياه التي يجوز، المياه جمع ماء بالمد على الأفصح، لأنه يقال ماء وماء، تقول شربت ماء وشربت ماء. المياه التي يجوز التطهير بها، والماء عرفوه بأنه جوهر، جوهر مقابل للإيه؟ للعرض. الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. مسألة سهلة زي لوني كده، لوني ده بياض، صفرة، شقرة، حمرة، عرض، لأنه لا يقوم بنفسه، بل لابد له من جسم يقوم به ويتصف به. والجوهر، الجوهر جسم يقوم بنفسه ولا يحتاج لغيره حتى يقوم به. جوهر لطيف، لطيف الجرم وليس كثيفا. شوف المية ايه، شاف لطيف ازاي؟ يعني حجمها دقيق، لان عندنا بعض السوائل حجمها غليظ مثل عصير البرتقال، بالنسبة للماء لا، أغلظ. قال: جوهر لطيف شفاف. شفاف يعني إيه؟ أننا إذا وضعناه هكذا رأينا الأشياء التي وراءه مثل الزجاج. سائل: جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه. يتلون بلون الإناء، كما يكون الإناء يكون الماء، فلو وضعته في إناء أسود ها تلون بلون الإناء، هكذا قال. ولي في ذلك يعني وفي ذلك نظر، فلا لون له على المشهور، ولكن اللون الذي يرى يعني من خلال الماء هو لون الإناء وليس لونه هو، وما يظهر فيه لون إنائه أو ظرفه، يبقى هو ده الماء. وبعضهم قال: لا، لونه أبيض. بعض العلماء قال لونه أبيض. لماذا؟ قال: لأنه عندما يوضع في الثلاجة ويتكون منه الثلج يكون الثلج أبيض، فيكون الماء الذي تحول إلى ثلج كذلك أبيض.
وبعضهم قال لا لونه أسود، وهذا مجافل للحقيقة. أسود إزاي؟ قال لك ما هو، قال لك حضرتك يعني الأسودين، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأسودين على التمر والماء. الأسودين التمر والماء، يبقى التمر أسود وكمان الماء أسود. ولكن أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا الاستعمال على سبيل التغليب، غلب التمر على الماء في اللون ذكاء العمرين والقمرين والشمسين وهكذا، فهذا من باب التغليب. والماء من كرم فضل الله علينا أنه لم يحتاج إلى كثير معالجة، بينزل كده هو من السماء تشربه وانتهت المسألة. عطشان بتاخد بيدك من الماء من البحر وتشرب، مش محتاج إلى طهي، ومش محتاج إلى نضج. لماذا لاحتياجنا الشديد له؟ وهذا من فضل كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا أنه لم يحتاج إلى كثير معالجة. يعني إيه؟ يعني مش محتاج لطبخ، بخلاف الفول. بارك الله فيكم، ما ينفعش، ده احنا لازم نسويه ونضع عليه بعض المدخلات الأخرى حتى يعني ينضج بعد زمن طويل، ثم بعد ذلك تأكله، بخلاف الماء. وهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ولم يحوج فيه أحد لأحد، بل جعله مباحا متاحا لكل الناس كالهواء. يجوز التطهير، الماء الذي يجوز، التي يجوز التطهير بها، فلا يجوز التطهير بغير الماء. فلا يجوز أن نرفع الحدث ولا نزيل النجس إلا بالماء، وذلك بالأدلة الشرعية المرعية في ذلك، التي دلت على أنه لا يجوز لنا أن نرفع الحدث ولا نزيل النجس إلا بماء طاهر. التطهير، التطهير هنا خلي بالك عندنا حاجة اسمها المصدر، وعندنا حاجة اسمها الحاصل بالمصدر. المصدر اللي هو الحدث، المصدر التطهير اللي هو ايه؟ حدث التطهير تحصيله. طب والحاصل بالمصدر اللي هو الأثر المترتب على المصدر. يعني حضرتك دلوقتي هقرب لك المسألة، نذكر بقى الدقائق دي، ما أنا مش عارف، نذكر الدقائق. عندنا مثلا حضرتك واقف وبتشوي أو بتحمر دجاجة، تحمير الدجاجة، أن تأخذ الدجاجة وأن تغلي الزيت وأن تضع الزيت على النار فترة، ثم بعد ذلك تضع الإيه؟ الدجاجة فيه، ده اسمه إيه؟ تحمير. تقلبها، ده تقلبها، هو ده التحمير، بقلبها على الوجه ده وعلى الوجه ده، فده اسمه إيه؟ ده اسمه تحمير. التحمير ده اللي هو إيه؟ اللي هو المصدر، اللي هو تقلبها ووضعها في الزيت ونقلها من مكان إلى مكان حتى تأخذ اللون المرجو، هو ده المعنى المصدري. والصورة التي حصلت لها بسبب هذا الفعل هو ده الحاصل بالمصدر. أضرب لك مثال آخر، عندنا منزل، هذا المنزل نحتاج يعني يحتاج إلى دهان، دهان يعني إيه؟ اللون ده. فجبنا رجل وقلنا له نريد أن يعني ندهن هذا المنزل، عمله ووضعه للبوية على الحائط، اللون على الحائط بالفرشة التي يستعملها، ده هو دوت التلوين. الصورة التي حصلت دي ايه؟ ده الحاصل بالمصدر. زي كده الطهارة، الوضوء ده عبارة عن ايه؟ اجراء الماء على الاعضاء، ده المعنى المصدري. الصورة التي حصلت بسبب وضع الماء على الاعضاء، ده الحاصل بالمصدر. ندي لكم مثال ثالث، الصلاة، أنا أكبر أسجد أركع، يبقى دي الصلاة بالمعنى الإيه؟ بالمعنى المصدري.
يعني الذي فيه حدث. طيب والسورة التي حصلت بسبب هذا المعنى، سورة الصلاة، هيئة الصلاة، حالة الصلاة، دي اسمها ايه؟ الحاصل بالمصدر. التكليف الشرعي هل يا ترى كان للمصدر أم كان المطلوب من التكليف الأثر الذي ترتب على المصدر؟ يعني عندما أنت تأتي بشخص يدهن لك المنزل، إيش المراد؟ المراد إنه هو يعني يدهن المنزل، ولا المراد حصول صورة الدهان اللون الموجود ده؟ لا، المراد الأصلي لا حصول صورة الدهان ده، ولكن هو كان وسيلة لحصول صورة الدهان أو لحصول هذا اللون الذي نريده ونبتغيه، فأصبح المكلف به قصدا الذي ترتب على المصدر اللي هو صورة هذا الدهان، والذي كلف به وسيلة هو أن يأتي هذا الرجل ويضع البهية والدهان على الحائط. يبقى في تكليف قصدي وفي تكليف وسائلي. ايش؟ طب هقول لك حاجه بسيطه. هذا العصير عندما نضعه في الكوب، ايش المراد منه؟ هل المراد ان نضعه ام المراد حصول هذا العصير في الكوب؟ حصول العصير في الكوب، لكن وضعه وسيله، فاصبح التكليف والامر بالوضع امر من قبيل الوسيله، وهذا او هذه الصوره من قبيل القصد. يبقى في تكليف قصدي وفي تكليف وسائلي. فتكليف المصدر تكليف ايه؟ وسيله. وتكليف بالصوره الحاصله والاثر المترتب على المصدر تكليف ايه؟ قصدي. طيب، لأن بعض العلماء يقول لك المكلف به شرعا هو المصدر، وبعضهم يقول المكلف به شرعا هو الحاصل بالمصدر والأثر المترتب على المصدر. بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، ولا تنافي بين هذا القول وبين هذا القول، لأن من قال أن المكلف به شرعا هو المصدر، هذا التكليف وهذا الأمر إنما هو من قبيل الوسائل، يعني من قبيل التكليف الوسائلي. ومن قال المطلوب شرعا هو والمكلف به شرعا هي الصورة الحاصلة من المصدر والأثر المترتب على المصدر، أراد بذلك التكليف القصدي. إيه المقصود؟ طيب، يبقى في وسيلة وفي مقصد. طب الطهارة، التطهير ده بقى المراد بإيه؟ قال لك المراد به اللي هو الهيئة والصورة التي حصلت بعد إجراء الماء على الأعضاء. الوضوء، نحن أحدثنا وأردنا أن نصلي، دخلنا أتينا بالماء المطلق وأجريناه على الأعضاء الأربع بنية مع الترتيب، ده اسمه إيه؟ توضؤ. حصل منه إيه؟ حصل منه وضوء. الوضوء اللي هي ايه؟ الصورة التي حصلت بعد إجراء الماء على الأعضاء، اللي هي ايه؟ اللي هي وجود الماء في الكوب، مش وضع الماء في الكوب. بس ده مش ماء، انتوا على طول وخلاص، ده عصير برتقال. قال يبقى فهمنا التطهير. طيب، الذي يجوز يصح ايه؟ بيقول لك يجوز التطهير به المياه التي يجوز التطهير. فهمنا التطهير يعني ايه؟ يعني اما هو المصدر واما الصوره الحاصله بعد المصدر. طب وانت كده في البدايه كده هتقول لنا الكلام الصعب ده؟ حاضر، بس عايز مثال تاني؟ المقصود بين الاثنين هنا
لا المقصود ينفع الاثنين. قال المياه التي يجوز، هنا يجوز استعملها العلماء بمعنى يصح، واستعملها العلماء بمعنى يحل. احنا بس رحنا للتطهير قبل ما نروح ليجوز، احنا نمشي واحدة واحدة. يجوز استعملت للحل واستعملت للصحة. حل يحل يعني ايه؟ يعني مباح. ايش هو المباح؟ قالوا المباح هو الفعل الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. يبقى فعل المكلف الذي لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب، يعني لا يتعلق لا بالفعل ولا بالترك ثواب ولا عقاب، هو ده المعتب الصحيح. الصحيح قالوا بأنه موافقة، ده دي بقى الصحة التي تعلق بها الصحيح، قالوا موافقة ذي الوجهين الشرع منهما، يعني الشيء بصورة بسيطة كده هو إذا وقع وحصل ووافق المطلوب في الشريعة كان صحيحا، وإذا وقع هذا الشيء ولم يوافق ما طلبه الشرع كان باطلا. بسيط، هضرب لكم مثال. واحد دخل وهو شافعي وكان محدث وأراد أن يتوضأ، فبدأ بغسل قدميه، ثم بعد ذلك بعد أن غسل القدم مسح على رأسه، ثم بعد ذلك غسل يديه إلى مرفقيه، ثم بعد ذلك غسل وجهه. الوضوء ده صحيح ولا باطل؟ اسمه نكس الوضوء، باطل وليس صحيحا. لماذا؟ لأن هذه الصورة لم توافق المطلوب شرعا، يبقى ما وافق المطلوب شرعا هو الصحة، أو هو الشيء الذي حكم عليه بالصحة، والذي خالف كهذا الوضوء يحكم عليه بالبطلان. شخص آخر بدأ وغسل وجهه بنية، ثم بعد ذلك غسل يديه إلى المرفقين، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه في الحد المعتبر إلى الكعبين. هذا الفعل بما يوصف؟ قالوا يوصف بالصحة. لماذا؟ قالوا لأنه هذا الفعل وافق الشريعة، فالشريعة جاءت بهذه الأركان الست للوضوء. الركن الأول النية، مع غسل الوجه، مع غسل اليدين إلى المرفقين، مع مسح الرأس، مع مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، والسادس الترتيب على ما ذكرنا. فإن أتى بهذه الصورة على هذا النحو فقد وافق الشرع، وإن أتى بها منكسة أو بغير نية كوضوء الحنفي فلم يوافق الشرع. ما وافق الشرع كان صحيحا وما خالفه كان باطلا. يبقى هي الصحة هي إيه؟ موافقة ذي الوجهين الشرع منهما. طيب يبقى يجوز، حطها في دماغك أنها تأتي وتستعمل بمعنى الصحة، وتأتي وتستعمل بمعنى الحل. وهنا استعملت بالمعنيين كما قال الشراح، لأنها من قبيل المشترك اللفظي. إيه هو المشترك؟ بسيط، أسهل لك العلم. المشترك عبارة عن لفظ وضع، لفظ واحد وضع لمعنيين وضعا مستقلا. يعني عندي دلوقتي مثلا يجوز موضوعة للحل بوضع مستقل، وموضوعة للصحة بوضع مستقل، تتسمى ايه؟ يتسمى مشترك. طب عندي العين، مش العين دي لفظ العين، موضوعة بوضع مستقل للعين الباصرة، موضوعة بوضع مستقل
للجاسوس موضوعة بوضع مستقل لكذا وكذا، يسمى إيه؟ يسمى مشترك. ومن قواعد الشافعي أن المشترك يحمل على معاني حيث لا قرينة. وهنا الشراح قال إن لفظ يجوز يحمل على الصحة وعلى الحل، فأصبح عند فك الكلام يبقى المعنى إيه؟ المياه التي يجوز، شيل يجوز، يصح ويحل التطهير بها، يبقى يحل بمعنى إيه؟ يحل باعتبار ذاته. ودي بقى فيها تدقيقات تانية. ليه؟ لأن عند مش هنخش فيها عشان ده انتوا كده هتضيعوا مني النهاردة. ثم قال بعد ذلك المياه التي يجوز التطهير بها سبع. هل السبع هنا تفيد الحصر؟ ده سؤال. يعني هناك أنواع أخرى لا يجوز التطهير بها ولا يجوز التطهير إلا بهذه؟ العلماء قالوا هذا الحصر ليس حصر حقيقي. طب يبقى عندنا بقى في حاجة اسمها حصر حقيقي وحصر إيه؟ حصر إضافي. الحصر الحقيقي معناه أن هذه الأفراد ليس هناك غيرها، يعني المياه التي يجوز التطهير بها هذه السبع فقط ولا يجوز التطهير بغير هذه السبع من المياه. ده لو قلنا أن هذا الحصر حصر يا مشايخ حصر حقيقي. يعني إيه حصر حقيقي؟ يعني ليس هناك فرض شاذ عن هذه القضية وهذا الضابط. ولو قلنا حصر إضافي يعني هذه الأفراد ليست هي كل المراد، بل هناك أفراد أخرى لم يذكرها، إما لأن هذا الكتاب موضوع للمبتدئين، وإما لضيق المقام، وإما وإما. نرجع تاني، الحصر ده حقيقي ولا إضافي؟ والحصر جه منين؟ من إن طرفي القضية معرفين، وإذا كان طرف القضية معرفين المبتدأ والخبر يبقى إيه؟ يبقى يفيد الحصر. يبقى في حاجة اسمها حصر يا مشايخ، حصر حقيقي وحصر إضافي. الحقيقي يعني إيه؟ يعني إن كل الأفراد مذكورة في هذا الموضع ولم يشذ في الذكر فرد من الأفراد. وأما الحصر الإضافي يعني إيه؟ يعني بالإضافة إلى هذه الأقسام. طب دي بقى دي اسمها المفاهيم، احنا بنحدد المفاهيم الأول. طب ما نوع هذا الحصر؟ المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. ما فيش سبع غير السبعة؟ راح جم الشراح وقال لك لا، وأفضل المياه ما نبع من بين أصابع النبي المتبع. طب ما هو ما ذكرش الماء الذي نبع من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه يجوز التطهير به، بل وهو من أفضل المياه، أفضل بقى من نهر النيل، لأن نهر النيل يعني من الأنهار الفاضلة جدا، أخي بالك، ووضعوه في بعد نهر الكوثر، وبعديه بقى أنهار تانية، بس هو الأصل نهر النيل رضي الله عنه وأرضاه. ومن أجل ذلك اهتم به المصريون اهتماما شديدا، فتراهم يضعون فيه النجاسات، ويضعون فيه الحمير النافقة، وتراهم يضعون فيه الزبالة، وتراهم يضعون فيه يعني الحفاضات بتاعة الأطفال، اهتماما بشأنه وتقديرا لدوره، واهتماما بأنه أفضل المياه بعد نهر الكوثر وبعد المياه الذي نبع من بين يدي النبي المتبع صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحضارة التي أصلها الناس لمدة 7000 سنة أن يتعاملوا مع النيل بهذه الطريقة الحضارية والمياه التي نبعت من بين أصابع النبي لم يذكرها، يبقى الحصر ده إيه؟ إضافي.
يبقى الحاصل ايه يا مولانا؟ سبع مياه. لا مش هي دي بس، ده في غيرها. ثم اختلف العلماء بعد اتفاقهم على ان هذا الماء هو افضل المياه على وجه الاطلاق، لانه نبع من بين اصابع يعني افضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا أيضا عندنا بعض الأنواع أخرى من المياه لم يذكرها الشراح. طيب، وهل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي هل هو إيجاد معدوم ولا تكثير موجود؟ ده قولين. إيجاد معدوم يعني يعني أنها خرجت من بيني، يعني أصل هو القضية كلها أن سيدنا قال لهم هاتوا إناء ما كانش فيه مية، فوضع يده في الإناء ففار الماء من بين أصابعه الشريف. ليتنا كنا معهم لكنا أخذنا هذا الماء ووضعناه بين في القلب. ولا إيجاد معدوم يعني ها الكباية فاضية ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها ففار الماء، نبع الماء من بين يده صلى الله عليه وآله وسلم. ولا جاب كباية وكان فيها شوية مية فحط إيده فكأن هذا الماء الموجود نبع منه الماء الآخر، تكثير موجود ولا إيجاد معدوم؟ لا، إيجاد معدوم. ده الشيخ الباجوري رجحه أنه إيجاد معدوم، لأنه يعني أكثر في المعجزة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل المياه ما نبع من بين أصابع النبي المتبع. احفظوا الأبيات دي بارك الله فيكم. طيب، التي يجوز التطهير بها سبع مياه. عرفنا النكتة اللي موجودة في سبع مياه. ماء السماء، ماء السماء الإضافة بقى هنا، نمسك أول حاجة كما يقول العلماء الإضافة، ماء السماء. يبقى الماء ده مضاف والسماء إيه؟ مضاف إليه. الإضافة في اللغة العربية تأتي على عدة معان. الإضافة إما أن تكون على معنى في، وإما أن تكون على معنى من، وإما أن تكون على معنى اللام. دي الإضافة النحوية. وهناك إضافة بلاغية تكون مسماة بإضافة بيانية. طيب، الإضافة على معنى في يعني إيه؟ يعني أن يكون أحدهما ظرفا والآخر مظروفا. يعني المضاف مظروف والمضاف إليه ظرف، ويبقى الإضافة هنا كأنها على تقدير فيه. زي الإضافة اللي هتجينا بعد كده، ماء النهر، يعني ماء في النهر، لأن النهر معناه إيه؟ معناه الماء الذي بين الدفتين، الدفتين دول هم النهر. ماء النهر، فالماء في النهر يعني بين الدفتين، أو يعني الدفتين حاويتان للماء والماء فيهما. فدي بيسموها إضافة إيه؟ اسمها إضافة ظرفية على معنى فيه. طب هنا نرجع تاني، ماء السماء. طب نشوف السماء الأول معناها إيه، وبعد كده نقول لك الإضافة دي معناها إيه. السماء تأتي بمعنى الجرم المعهود، السماء المعروفة صاحبة القبة الزرقاء دي. تأتي السماء في استعمالات العربي بمعنى السحاب قولان. يبقى ماء من السماء، تبقى الإضافة هنا على معنى من. ده ربنا صرح بهذه الإضافة، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، من السماء. طب وهل هو يا ترى نابع من يعني
السماء الجرم المعروف أم من السحاب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. بعضهم قال لا، الماء ينزل من الجرم المعهود، وبعضهم قال هي من السحاب. وقال المحققون لا مانع أن ينزل من كل منهما، فهو ينزل أولا من السماء كتل كبيرة، ثم بعد ذلك ينماع وينزل من السحاب. بسيط ده الكلام القديم، ما عرفش بقى الكلام الحديث في إيه. أنا بنقل كلام علماءنا ومشايخنا القدامى على العلم التجريبي القديم، ما عرفش الجديد بيقول في إيه دلوقتي، هل بتنزل من السماء ولا بتنزل من مثلا حتة تانية، أي منعطف، الله أعلم. لكن ده الكلام اللي في الكتب وده اللي بنقله. ولماذا هنا بقى مسألة برضك نعلمكم فيها، هو لماذا قدم السماء على بقية الأنواع؟ قالوا لشرف السماء على الأرض، ما هو البئر من الأرض والنهر من الأرض والعين من الأرض والبحر من الأرض، وكل هذه ماء نبع موجودة في الأرض، فلما قدم ماء السماء على ماء الأرض؟ قالوا لشرف السماء على الأرض على ما اعتمده المتأخرون. وذهب الشيخ القليوبي إلى أفضلية الأرض على السماء، قال لا، الأرض أفضل من السماء، ولكن محل الخلاف في غير البقعة التي حوت سيدنا رسول الله عليه وآله وسلم، فهي أفضل البقاع، حتى فضلها العلماء على العرش والكرسي والفرش وما بين السماء والأرض، وقالوا بأن هذه البقعة تنقل يوم القيامة إلى المكان الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الكلام ده قاله مشايخ الإسلام وقاله كبراء الشافعية. ماء السماء، ما ينزل من السماء، الأمطار والندى، وماء يسمى الشوفان. الشوفان ده عبارة عن ماء أبيض ينزل من السماء مع ريح خفيفة، فهذه المياه التي تنزل من السماء وهي مما يجوز رفع الحدث بها وإزالة النجس. كلام جميل. بعد ذلك قال لا، ده ماء أبيض يا مولانا بينزل كده مع ريح خفيفة اسمه شوفان. شوفان. قال وماء البحر، ماء البحر، الإضافة بيانية. يعني بقى الإضافة بيانية، يعني الماء هو البحر والبحر هو الماء، الاتنين هم بعض، دي اسمها إضافة ايه؟ بيانية. ضابطها أن يكون المضاف والمضاف إليه مفهومهما واحد. يا سلام، شوف ده العلم، اسمها إضافة ايه يا مولانا؟ بيانية. يبقى المضاف والمضاف إليه معنى الاتنين واحد، لأن ماء البحر، طب ما البحر هو الماء العظيم والآخر هو الماء، يبقى ماء الماء، كأنك قلت إيه؟ ماء الماء. يبقى دي اسمها إضافة إيه؟ بيانية، لأن المضاف إليه بيّن المضاف. قال له يبقى هو الماء الإيه؟ الماء العظيم، الماء الأولاني المضاف ده هو الماء العظيم، دي اسمها إضافة بيانية، ماء البحر. وفسرها الشراح يقول لك ماء البحر المالح. الماء يا مولانا ماء البحر المالح. وإذا أطلق البحر فإنما يحمل على البحر الماء المالح، لأن هو في اللغة البحر هو الماء العظيم. ولذلك نقول لك يا فلان الفلاني ده مولانا ده بحر، يعني كالبحر في العلم والسعة وهكذا. وقيل طيب وإذا أطلق البحر حمل على الماء المالح، ويقال الملح. واعترض بعضهم على سيدنا الإمام الشافعي في قوله المالح، وقالوا لا لا لا، ده تصحيف يا ابني، ده الشافعي، يعني ناس كده تشعر أنهم مش عارفين قيمة الإمام الشافعي،
في اللغة. ده الشافعية ولدي في اللغة حجة، يعني يحتج بكلامه. فعندما يقول المالح اعلم أن هذه لغة وجدت وانتشرت وسمعها الشافعي فنقلها، وضربوا لذلك مثالا: ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. ده هو قال لك مالح. عارف لو البيت ده أصلا ما تسمعش لكان كلام الشافعي حج. فتحفظ من هنا ايه فايدة كده؟ تحفظ ان الشافعي حجة في اللغة. يعني حجة في اللغة يعني ما نطق به الشافعي وما تلفظ به الشافعي ها هو اللغة الصحيحة المعمول به، او كلامه ككلام العرب الأقحاح الذين ما خالطت ألسنتهم عجمة. فالشافعي لما يقول لك الكلمة دي معناها كذا اعلم أن هذا هو كلام العرب، وأن هذا هو المعول عليه، وأن هذا هو المعتمد. وقال هم بيستدلوا للشافعي بأبيات العرب. ده هو نفس العرب يا مولانا: ولو تفلت في البحر والبحر ماء مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. يعني شوف ده هو بيصف محبوبته بيقول والله الماء المالح ده اللي هو بحر اسكندرية لو هي بس تفت فيه هيبقى زي نهر النيل. ده مكذوب. ولكن الإخوة السلفيين يقول لك شوف الكافر الذي يعتقد في محبوبته أنها إله من دون الله، ده كلام مجازي. عايز يقول لها ان انت يعني كل حاجة فيك جميلة، ده انت تغيري ولا تتغيري، وانت 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 مش فاهمين الحقيقة والمجاز. بقى علشان كده انكروا المجاز. عقول مغلقة ونفوس تحتاج الى علاج. والنهر، النهر فيه لغتين: لغة باسكان الهاء ولغة بفتحها. النهر والنهر، ماء النهر ماء النهر، والافصح السكون. وده الأفصح الفتح والسكون أشهر. الفتح أفصح والسكون أشهر. طيب نهر إيه؟ قالوا الألف واللام اللي في النهر دي ألف ولام للجنس، وإذا كانت أل هنا للجنس تصدق على أي نهر، سواء بقى نهر النيل، نهر دجلة والفرات، نهر المسيسيبي. في أنهار عندكم، النهر إذا عندكم اسمه إيه؟ نهر رجع رجع نهر، يعني نهر ولا حاجة عاملينها زي نهر النيل مستنسخة كبير. وطبعا نهر النيل ده بتاعنا مش بتاع أثيوبيا. قال: والإضافة على معنى فيه كما قلنا قبل ذلك، يعني ماء في النهر. طيب، والمقصود من النهر هنا الماء العذب. وبعد ذلك قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وماء البئر. الإضافة على معنى من، لأن احنا قلنا الإضافة تأتي بمعنى ايه؟ بمعنى في، وتأتي بمعنى من، والكلام ده واضح. وتأتي بمعنى اللام: خاتم حديد. يبقى خاتم من ايه؟ من حديد. الجل جل الفرس، يعني جل للفرس، الجل اللي هو الحدوة، تقول جل الفرس، جل الفرس يعني جل للفرس، يعني خاص به. فأتت هنا الإضافة على معنى اللام. وماء البئر، والبئر قالوا هو الثقب المستدير، ثقب مستدير في الأرض يخرج منه الماء، ويسمى بئرا سواء كان مبنيا ومحاطا ببناء أو لم يكن مبنيا. المبني يسموه مطوي، وغير المبني يسموه إيه؟ هي غير مطوي، يعني بئر مطوية وبئر غير مطوية. المطوية هي المبنية، غير المطوية غير المبنية. فده يسمى بئر وده يسمى بئر. وألف البئر أيضا للجنس،
يعني يصدق على أي بئر فإنه يصح التطهير منه، رفع الحدث أو إزالة النجس. وسواء كانت هذه البئر بئر يعني غير مكروه استعمالها أو كان بئرا مكروها استعمالها. هو في أبار مكروه استعمالها، أبار ثمود وأبار الديار التي غضب على أهلها، فإن استعمالها والتوضؤ منها وإزالة الحدث وإزالة النجس مكروهة، لأنها ماء يعني مشؤوم أهلها، مغضوب على أهلها، وكأن الغضب على الناس ينتقل إلى الأشياء، فيها يعني معنى الشؤم، يعني فيها معنى عدم الأريحية. طيب، والمعتمد وعندنا يشمل كمان معنى إيه؟ يشمل بئر زمزم، فإنه يجوز رفع الحدث بها وإزالة النجس على المعتمد. وذهب بعضهم أي بعض العلماء إلى حرمة استعمال بئر زمزم في إزالة النجاسة، وهذا الكلام كلام ضعيف كما ذكر ذلك يعني المحققون من السادة الشافعية. وكذلك يعني يكره استعمال الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إزالة النجاسة. يجي بعض الجماعة الصوفية يقول لك لا، ده أنا قلبي أميل إلى المنع مطلقا، حبه كده سيبه. إذا كان عنده هذا المعنى وعنده هذا التعظيم والحب لسيدنا رسول الله فليكن كما هو، فإنه خير وليس شرا، فحب رسول الله لم يكن ولن يكون في يوم من الأيام شر، إنما هو الخير كله. طيب، بعد ذلك قال: وماء العين. العين يعني الماء النابع من العين، الإضافة أيضا على معنى من، الماء النابع من العين. والعين هي عبارة عن شق موجود في الأرض، أرض كده مشقوقة مفتوحة، أو شق موجود في الجبل ينبع منه الماء، ده اسمه إيه؟ ده اسمه بئر. وبعد ذلك قال: وماء الثلج. والثلج مثلثة، مثلثة علشان ما يقولش التلج وما يقولش النلج، يبقى سيء مثلثة الثاء. وهو النازل من السماء مائعا ثم بعد ذلك جامد على الأرض، يعني نازل من السماء ماء مائع وبسبب شدة البرودة تحول إلى قطع من الثلج. لأن واحد يقول لك إيه بقى، ما هو يعني وتسميتنا للثلج الذي في بيوتنا دي مش تسمية لغوية، دي تسمية عرفية، لأن الثلج هو إيه؟ الماء الذي نزل من السماء ثم وقع على الأرض فجمد بسبب شدة البرد. طب والماء اللي احنا بنحطها في التلاجة وتتحول إلى تلج، دي تسمية عرفية وليست تسمية يعني لغوية. طب وبعد كده في عندنا ايه؟ خلاص عرفنا كده وماء الثلج. طب يعني الماء الحاصل من الثلج بعد إذابته يرفع الحدث ويزال به النجس، او الثلج لما امسح به الرأس في الوضوء، ما هو بمسح رأسي به كده فيحصل منه بلل بسيط ينزل على الشعر يبقى خلصنا منه، يبقى ممكن يتصور على حال ثلوجيته ان يكون سببا من اسباب التطهير. وماء البرد. والبرد بفتح الراء كما ذكر الشراح، والبرد هو النازل من السماء كتل كده جامده ثم بعد ذلك ينماع على الارض، عكس المستعمل في العرف نزل من السماء جامدا ثم بعد ذلك انماع على الارض، ده اسمه ايه؟ البرد. الاضافه الايه؟ الاضافه ماء البرد والثلج، يبقى مين برضك مين؟
من ماء من البرد، لأنه بعد ذلك حضرتك ينماع ثم بعد ذلك تستعمله في رفع الحدث وإزالة نجس. قال بعد ذلك ولا بيانين. إيه؟ ولا بيانين. إضافة بيانين. لا من، لأنه بعد ذلك يستخرج منه الماء، ده كنت التلج بعد ذلك انماعت ثم بعد ذلك أخذنا منها الماء فاستعملناها على هذا الوضع. قال ثم المياه، هذا تقسيم آخر للمياه، هذا التقسيم باعتبار طهورية الماء أو طاهرية الماء أو كون الماء نجسا أو كون الماء يعني طهورا غير مكروه الاستعمال أو كون الماء طهورا مكروه استعمال، يبقى هذا تقسيم باعتبار أنه قد يحصل الطهارة لغيره أو لا يحصل الطهارة لغيره، أو قد يكون طاهرا أو قد يكون نجسا كما سيأتي الكلام على ذلك. وذكر هنا أربعة أقسام لهذا الماء، قال ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر، طاهر مطهر غير مكروه، طاهر مطهر غير مكروه. طاهر يعني إيه؟ يعني في ذاته وفي نفسه بقطع النظر عن غيره، كما تقول هذا العبد قيمته في ذاته مليون دولار. يعني قيمته في ذاته؟ يعني بقطع النظر عن غيره، أنا بتكلم على الذات ديت فقط، لا علاقة لي بالأوصاف الأخرى، لا علاقة لي بعبد آخر، ولا علاقة لي بكونه مثلا عبد من ماليزيا، من أندونيسيا، عبد من مصر، كونه يعني مثلا مكتسبا، كونه كذا كذا، أنا أتكلم على هذه الذات. يبقى ماء طاهر أي في ذاته بقطع النظر عن أي علائق أخرى ومسائل أخرى، يبقى ده رقم واحد أو ماء طاهر مطهر. يعني إيه مطهر؟ يعني يحصل الطهارة لغيره. أنا هو محدث ودخلت أتيت بهذا الماء وغسلت به الأعضاء على النحو المطلوب، إيه اللي حصل؟ الماء ده حصل لي الطهارة، بمعنى أنني بعد استعماله وصفت بأنني متمكن من إيقاع العبادة به، فهو يحصل الطهارة لغيره. يبقى الطهورية معناها إيه؟ معناها أنه قد تحصلت لك معنى ووصف الطهارة التي من خلالها تتمكن من الصلاة ومن مس المصحف ومن دخول كذا وكذا إلى آخره. يبقى طاهر مطهر، لا ده لسه غير مكروه استعماله. طيب غير مكروه استعماله، ده هنا فيه نكتة لطيفة جدا. مكروه غير مكروه استعماله، طب هنا أضاف الكراهة للاستعمال، غير مكروه ده هو نفى الكراهة عن الاستعمال، ولا ينفى الشيء إلا إذا كان قابلا للثبوت. خد بقى من عبد الله واتكل على الله، يعني إذا صح النفي صح الإثبات، فإذا نفيت أنت الكراهة عن الاستعمال فقد يثبت للاستعمال الكراهة في موضع آخر، وإضافة الكراهة للاستعمال تنبيه على مسألة أصولية مهمة جدا، وهو أن التكليف لا يتعلق إلا بالأفعال، فلا يتعلق التكليف بالذوات. وعلى ذلك فإذا رأيت تكليفا شرعيا قد تعلق بذات فاعلم أنه مصروف عن الذات إلى
أخص أنواع الاستعمال من هذه الذات. طيب وسامحوني شوية نفتح في الموضوع ده لأن ده مهم. إحنا بنأسس لا تكليف إلا بفعل. يعني إيه تكليف؟ التكليف قالوا في تعريفه طلب ما فيه كلفة. يعني إيه طلب؟ الطلب معروف. في كلفة يعني إيه؟ يعني مشقة. والذي طلب فيما فيه مشقة هو الواجب والمندوب والمكروه والحرام. هذه الأشياء هي التي يصدق عليها أنها طلب ما فيه كلفة ومشقة. وبعضهم قال التكليف إلزام ما فيه كلفة، والإلزام لا يكون إلا في الواجب وإلا في الحرام. فاختلف الناس في التكليف. إيش هو التكليف؟ هل هو طلب ولا إلزام؟ لو طلب يشمل الأربعة. ليه الأربعة؟ الواجب، المندوب، الحرام، المكروه. فهذه على هذا التعريف من الأمور التكليفية أو إلزام، لا يشمل إلا الواجب وإلا الحرام فقط، لأنه لا إلزام في المكروه ولا إلزام في المندوب. واضح جدا. لا تكليف، يبقى نفى التكليف إلا في الأفعال. فالأفعال هي التي يتعلق بها التكليف. فالأفعال هي التي توصف بالوجوب وتوصف بالندب وتوصف بالتحريم وتوصف بالكراهة، وأدخلوا معها الإباحة تغليبا. يبقى الإباحة يقال عنها تكليف على سبيل التغليب. معانا مش معاك؟ ده انت عمال تراجع عليا. يبقى لا تكليف الا بفعل. ولذلك هنا اراد ان ينبه على هذه النكتة. ايه هي؟ ان الكراهة ثبوتا ونفيا انما تتعلق بالافعال وهي الاستعمال. طب ما ربنا بيقول حرمت عليكم امهاتكم، والأمهات ذات، فقد تعلقت الحرمة بالذوات. قلنا له هذا وإن تعلق في الظاهر، إلا أن الحقيقة تقول بأن الحرمة إنما تعلقت بأخص استعمال هذه الذات. وأخص استعمال هذه الذات الاستمتاع، فكأنه قال حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم سواء كان بعقد أو بغير عقد. وحرمت عليكم الميتة، فالتحريم قد تعلق بالذات لأن الميتة ذات، ذات ذهبت حياتها بغير زكاة شرعية. وحرمت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني كأنه قال وحرمت عليكم الخمر. طب الخمر ذات، ده عصير أهو، والتحريم ده يعني عبارة عن طلب للترك طلبا جازما. مش عرفناه كده التحريم؟ وقلنا بأنه الخطاب الدال على ترك الشيء تركا جازما، ده التحريم. والحرام قلنا ايه؟ قلنا ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ده تعريف مين؟ تعريف الإمام البيضاوي. وقصدا خلي بالك لأن دي مشكلة. طيب يبقى عندنا هو ده الحرام. طب لما لقينا بقى حرمت عليكم الميتة، لا ده تعلق التحريم بأخص استعمالات الميتة، يعني أكلها والانتفاع بجلدها وإلى آخره من اللي هي الاستعمالات العرفية. تحريم الخمر معناها ايه؟ معناها تحريم الشرب، معناها تحريم التناول، لأن هذا هو أخص الاستعمالات. ولذلك طب ليه ما يتعلقش الخطاب أو ما يتعلقش التكليف بالذوات؟ هي الذوات غير مقدور عليها أصلاً،
فلا يتعلق بها الطلب، لأن الطلب إنما يكون لما تستطيع أن تقوم به. أنت قادر على ذات والدتك، قادر عليها أعمل بها إيه يعني؟ ما حرمها إزاي يعني الذات؟ ده أنا حرم الفعل الذي يتعلق بهذه الذات، وهو الاستمتاع، وهو العقد عليها، وهو إلى آخره. ولذلك انظر إلى دقة يعني الإمام أبي شجاع، أراد أن ينبه على هذه النكتة الأصولية، وهي أنه لا تكليف إلا بفعل، يعني أن التكليف لا يتعلق إلا بالأفعال، فلا يتعلق التكليف بالذوات. افهم الجملة دي، لو ما كانش النهاردة إلا الجملة دي كفاية. ثم قال بعد ذلك: غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق، يعني ما يصدق عليه اسم الماء بغير قيد لازم عند العارف بحاله من أهل العرف واللسان. يعني ايه الكلام ده؟ هنشرح حتى فرش حاجة. النهاردة هنقعد لغاية صلاة الفجر، نصلي الفجر ونروح. انت ما نمتش، انا عارف. الماء المطلق ما يسمى ماء، يعني ايه يسمى؟ يعني اذا رآه العالم بالشريعة، العارف بأحوال الفقه، وهو عالم باللغة ايضا، اذا رآه قال بأنه ماء. كهذا انا هو عارف بالشريعة وعربي، مش ماليزي. اذا رأيت هذا قلت بأنه ايه؟ بأنه ماء. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ماء مطلق. يبقى هو ما يسمى ماء بلا قيد لازم، لأن في عند القيود نوعين: في قيد لازم وفي قيد غير لازم. القيد غير اللازم هو الذي ينفك في بعض الأحوال، مثل ماء السماء، ده منفك، لأنه عندما ينزل من السماء وباخده خلاص بيبقى ماء كده، والسماء راحت راحت لحالها. يبقى ده اسمه قيد ايه؟ قيد منفك، لأنه يزول عن الماء. لكن عندي قيود غير منفكة، ماء الوردي، لا ده قيد لازم لا تستطيع أن تحل هذا. ماء دافق، لا ده قيد، وقيد يعني لا ينفك أبدا عن المقيد. يبقى إلا بقيد، لا بلا قيد لازم عند العالم بحاله، يعني العالم بحاله يعني العالم بأحكام الشريعة في هذا القسم من أهل العرف، يعني من أهل الشرع، إن كان مذهبه شافعي، كان حنفي، كان واللسان يعني واللغة. خرج الماء المستعمل، أنا توضيت، وبعد ما توضأت جمعت الماء الذي تساقط من أعضائي ووضعته هكذا، وأنا عالم أنني قد استعملته في رفع حدث أو إزالة النجس، وأنا عندي قدر لا بأس به من الإطلاقات اللغوية، لا أسميه ماء، يبقى خرج هذا. وخرج الماء المتنجس بسبب الملاقاة، يعني وقعت فيه نجاسة، كان هو ماء قليل أقل من قلتين، ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره، لكن أنا عالم بحاله، يبقى لا أسميه ماء، وإنما أقول ماء متنجس، ولا يزول هذا الوصف عنه إلا بأن يحصل له مكاثرة. طيب، وكذلك الماء المتغير كثيرا، ويدخل أيضا في التعريف، ما هو ده خرج الماء المستعمل والماء المتنجس، ودخل معي الماء الذي حصل له تغير بسبب المقر أو الممر. يعني عندنا الخزانات، أتعلمون الخزانات التي توضع فوق العمارات؟ اطلع في الخزان، اطلع فوق العمارة، افتح الخزان، انظر إلى الماء، ستجد ماء رائحته متغيرة، وماء يعني من كثرة وضعه في هذا الإناء ترى فيه يعني بعض التغير، يعني لونه كده بيتغير لأنه موضوع في إناء مصدي.
ولكن أنت إذا علمت أن وأنت درست في الفقه أن الماء الذي تغير بطول المكث طهور، هتقول عليه إيه؟ هقول عليه طهور، مع إن ده تغير بإيه؟ بالمقر. الممر يعني عارفين أنتوا المواسير التي يمر فيها الماء، أحيانا المواسير ديت بتبقى مصدية فيطلع الماء متغير اللون، بس أنا عارف ده تغير بما في ممر الماء، وما تغير في ممر الماء لا يتأثر في الطهارة. ولذلك أقول عنه وأسميه ماء لأنني عالم بحاله. يبقى دخل في الماء المطلق لأنه يطلق عليه اسم ماء عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان. طيب احنا عندنا بعد كده ايه يا مشايخ الاسلام؟ قال هنخش بقى الماء المشمس، وهو الماء وهو المطلق وطاهر. يعني ايه طاهر؟ يعني في ذاته بقطع النظر عن غيره كما سبق الكلام عن ذلك. وماء طاهر مطهر. يعني ايه مطهر؟ يعني يحصل الطهارة لغيره. قال وهو طيب وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه استعماله. يبقى هنا بنتكلم على الماء المشمس. فالماء المشمس هو ماء مطلق لكنه مكروه استعماله. إيه بقى هو الماء المشمس؟ قالوا الماء المشمس هو الماء الذي سخن بسبب الشمس في أواني مطروقة بحيث وصل إلى درجة من يعني السخونية أدى إلى أن الشمس تفصل من الإناء زهومة، يعني تنتشر في الإناء وتعلو كمان الماء. هو ده الماء المشمس. وللكراهة شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى. ولذلك قالوا الماء المشمس يعني الماء المتشمس، فلا يشترط فيه فعل فاعل. فلو أن الماء قد تشمس بنفسه بغير إدخال من فعل بشري كان له نفس الحكم. يعني أنا ما قصدتش تشميسه، أنا حطيت اللي هو الخزان، الخزان اللي هو الخزان الحديدي، حطيناه فوق العماير وكان القطر بتاعنا قطر حار جدا كأقطار الصعيد واليمن، وبصينا لقينا المية يعني وصلت إلى حد السخونة الشديدة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الشمس بقوتها وقوة يعني شعاعها وإشعاعاتها فصلت من الإناء حاجة كده عاملة زي يعني نقدر نقولها برادة الحديد، اسمها زهومة تقريبا، يعني حاجة كده. يعني الزهومة ديت موضوعة جوه الإناء وفوق الإناء ومنبثة في كل الماء. لو استعمل الإنسان هذا الماء يخشى أن يعني يقبض هذا الماء بزهومته على جلده فيصاب بما يسمى بالبرص، أو أنه لو كان عنده برص يستحكم البرص أو يزيد البرص، يبقى يخشى إما من إنشاء العلة أو من تمكن العلة أو من زيادة العلة كما ذكروا. ومن أجل ذلك كره. وللكراهة كما قال علماؤنا شروط مأخوذ بعضها من كلام المصنف وبعضها من كلام الشراح. أولها لا بد وأن يكون هذا الماء المشمس بقطر حار. يعني إيه بقطر؟ يعني أن يكون في مكان المعروف أنه شديد الحرارة. مثل إيه؟
قالوا مثل صعيد مصر، الشراح عندنا، واليمن والسعودية ودول الخليج، لأن هذه الدول معلومة أنها دول حارة، أحيانا درجة الحرارة تصل عندهم لما يقارب 50، بلك وأحيانا 60 بيتسلقوا، يبقى ده اسمه قطر ايه؟ قطر حار. فلو كان يعني التسخين تم في قطر غير حار بل قطر معتدل كالقاهرة والاسكندرية والشام وفلسطين فإنه حينئذ لا يكره، يبقى لابد أن يكون بقطر حار. ليه؟ قالوا لأنه في غير القطر الحار يكون تأثير الشمس فيه تأثير ضعيف، لم يصل إلى مرحلة فصل الزهوم من الإناء، فلا يخشى باحتمال ولو كان ضعيفا أن يصاب الجلد عند الاستعمال بالبرص. وقالوا كذلك أن يكون في إناء منطبع. يعني إناء منطبع؟ يعني إناء يطرق بالمطارق، من شأنه أن يطرق بالمطارق. عارفين إيه المطارق؟ يعني إناء معدن يا سيدي، إناء معدني. عارفين يعني إناء معدني؟ عندكم إيه؟ ما مش حديد بس، ممكن حديد وممكن ألمونيا وممكن ما عدا طبعا الذهب والفضة. ليه بقى استثنوا الذهب والفضة؟ قالوا لأن الذهب والفضة معدنهما صاف، فالشمس لا تستطيع أن تفصل من إناء الذهب والفضة زهومة تعلو الماء ويخشى أن تقبض على الجلد. طب هو مش استعمال الذهب والفضة حرام؟ ولكن الحرمة من جهة وعدم الكراهة من جهة أخرى. قال يبقى لابد كذلك أن يكون بقطر حار، ثانيا أن يكون في آنية منطبعة، ثالثا أن يستعمله في حال سخونته، أما إذا برد فإنه تزول حينئذ الكراهة. ليه؟ لأن الزهومة بتهدأ. ثانياً ده من ضمن الشروط أن يجد غيره، يعني أن يكون هناك غير هذا الماء، يبقى أن يجد غيره، أن يكون مشمساً بقطر حار، أن يكون في آنية منطبعة، أن لا يكون في آنية النقدين، أن يستعمله حال سخونته. فأما إذا لم يجد غيره وضاق الوقت عن طلب الغير وكادت الصلاة أن تخرج عن وقتها، فإنه حينئذ يجب عليه أن يستعمل هذا الماء. اتساع الوقت أيضا من الشروط. طبعا من الشروط الشيخ ذكره كده. ولم يترتب طيب ما أنت بتقول كده ممكن يخشى عليه، قال لك ما هو أنت عندك دلوقتي، شوف بقى الفكر بقى اللي هنا، طالب العلم اللي بنتكلم عنه اللي ما بيقدمش الأولويات ينظر إلى هذا الفرع. الأولى إيه؟ الأولى اجتناب مفسدة موهومة ولا وارتكاب مفسدة محققة، ولا اجتناب المفسدة المحققة حتى ولو وقعنا في المفسدة الموهومة؟ يعني هذا الفرع نموذج لتعارض مفسدتين، مفسدة محققة ومفسدة موهمة أو موهومة. المفسدة المحققة هي إيه؟ إني أنا ما استعملش الماء ده وأترك الصلاة ويخرج وقته، هيترتب على ده إيه؟ هيترتب على ده إنني أرتكب كبيرة يقينا، وإنني في هذه الحالة أفسق وأقع في غضب الله، صح؟ طب لو أنا صليت وتوضأت بهذا الماء يبقى أنت جنبت المفسدة المتيقنة وهي الإثم والكبيرة التي يغضب منها الرحمن،
واحتمال يصبني برص واحتمال ما يصبنيش برص، يبقى ايهما بقى يجتنب، المفسدة المحققة ام المفسدة الموهومة؟ وهذا عند تعارض المفاسد، ايهما يجتنب؟ قال لك لا، اجتنب المفسدة المحققة اللي هي ايه؟ اللي هي ترك الصلاة. طب والمفسدة الموهومة لا بأس بأن ترتكبها وبأن يعني تخالطها وبأن تستعملها لأنها احتمالية. يبقى من الشروط أن يجد غيره، وإلا فلا كراهة، يعني وإن لم يجد غيره فلا كراهة حيث احتاج للطهارة. طيب قلنا كل الكلام ده، بعد ذلك نقول الطهارة بقى هنا، الكراهة كراهة شرعية ولا كراهة طبية؟ ايه هي الاول الكراهة الشرعية وايه هي الكراهة الطبية؟ قالوا الكراهة الشرعية هي التي يترتب عليها الثواب، واما الكراهة الطبية هذا امر يرجع الى المحافظة على البدن، يعني اجتنبوه من أجل أن تحافظ على بدنك ولا علاقة لها بثواب الآخرة. طب الكراهة هنا يعني هل الكراهة هنا كراهة شرعية بمعنى أنه يترتب الثواب على ترك هذا الاستعمال قصدا امتثالا لله، أم أن هذه الكراهة كراهة عائدة إلى قضية المحافظة على البدن وقضية يعني ترك ما يحتمل من البرص؟ قال المحققون الكراهة هنا شرعية وطبية معا، يعني بمعنى أنها من أجل المحافظة على البدن، وأيضا أنه لو يعني اجتنبها وهو قاصدا للامتثال أثيب على ذلك، وهذا ما ذكره العلامة شيخ الإسلام البجولي. قول يا مولانا قول. ده متوهم جدا جدا، نسبته مثلا 20%، روح استعمل كده وعلى ضمانتي مش هيحصل لك حاجه. ولذلك سيدنا الامام النووي رضي الله تعالى عنه وارضاه اختار من حيث الدليل عدم كراهه الماء المشمس. قال الأدلة اللي استدل بها أصحابنا في المذهب أدلة ضعيفة، منها حديث لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. قال الحديث ده ضعيف، وإذا يعني قلنا ببطلان الحديث وليس هناك دليل آخر فإنه يدل على أنه لا دليل للكراهة، ولذلك قالوا كل حديث فيه حميراء فهو ضعيف. الفائدة دي هتلاقيها عندك في حشة الشبرة ملسي على نهاية المحتاج، لا تفعلي يا حميراء، لأن ستنا عائشة كان بيضها مشوب بحمرة فإنه يورث البرص. ما أنا بقوله حميراء يعني بيضها مشوب بحمرة، فده من باب التغليب، ما قالهاش يا بيضاء، ما عندها اللونين لكنه غلب الأحمر على الأبيض لأنه أميز ما فيها، واخد بال حضرتك؟ يا حميراء تصغير حمراء كمان، والتصغير ده سيدنا النبي كان يعني بيدعبها وبيدلعها، واخد بال حضرتك؟ شايف اللطافة والجمال والخفة عشان تعملوا كده مع أزواجكم، يعني مش تخرج من الصبح ما ترجعش إلا الفجر. ماشي خير أهو، ما صدق كده، قول لها بقى زي ما انت عايز، حميراء خضراء سوداء. عايز تقول ايه يا ولدي؟ هي اسمها حميراء يا ابني، الحشه بتقول كده، ارجع للبجرني هتقول لك حميراء يعني ما بياضها مشوب بحمراء، وحميراء تصغير لحمراء. ظن ايه؟ من حمار ايه وانت طبعا.
يا ابن ستنا حميراء تصغير حمراء. وانا سمعت من الشيعة. ايه الشيعة الروافد. طب هما اللي هما الحمير شوية كلاب قطط حيوانات يعني ما يعني ما لناش دعوة بيهم، بس احنا لساننا برضك بياخد حق اسيادنا يعني. ده ستنا ستنا مولانا وحبيبة سيدنا، ومن احبه يعني من احب سيدنا ومن احبه سيدنا احببناه، ومن عشقه عشقناه. ده هو الحب بيقول كده، ان المحب لمن يحبه مطيعه. انت بتحب سيدنا النبي يبقى لازم تحب كل اللي بيحبه، امال فين بقى دليل الحب يا مولانا؟ لكن دول ما احبوش، دولت شويه الانقط يعني خلاص قطع ال. طيب ولذلك سيدنا الامام النووي رضي الله تعالى عنه وارضاه ذهب الى الى عدم كراهه الماء المشمس بسبب ان الحديث الوارد فيه ضعيف، وقال لم يثبت يعني ضرره من حيث الطب. ده كلام سيدنا الامام النووي كده، فراح رد عليه الاصحاب وقالوا لا، ده سيدنا عمر وهو اعلم بالطب اثبت كراهته، والشافعي قايل بكراهته. ده خلي بالك الشافعي اقرا كده في باب في مناقب الشافعي في البيهقي، ان سيدنا الامام الشافعي كان له علم عجيب بالطب، حتى كان اعلم الناس بالطب في زمانه، يعني يريد ان يقرا على سيدنا الامام الشافعي الطب. ارجع للامام البيهقي واقرا الباب بتاع معرفه سيدنا الامام الشافعي بالطب. كان اسمه جالينيوس. لا ده سيدنا الامام الشافعي كان عجيب في الطب، ولكنه يعني تفرغ لعلم الشريعه حتى ينفع امثالنا رضي الله عنه وارضاه. خلصت من الماء المشمس؟ ايه؟ اذا كان الطب الحديث اثبت انه ليس هناك اي ضرر. حصل؟ لا اذا كان. حصل؟ اذا كان. لو افترضت. اصل خلي بالك هنا الكراهه كراهه شرعيه وكراهه طبيه. فلو الطب الحديث حته بقى كده من بتاعه زمان. فلو الطب الحديث اثبت انه يعني لا يؤدي إلى يعني ضرر قط لا موهوم ولا محتمل ولا 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 ولا، نفينا الكراهة الطبية وأثبتنا الكراهة الشرعية. لم تكن الكراهة الشرعية مبنية على تلبية لا للنص، ثم بعد ذلك جاءت هذه حكمة مش علة. والنص ضعيف. النص ضعيف متمسك سيدنا عمر ومتمسك الطب. يبقى انت مش شافعي كده وعايز تجاهل الشافعيه. ممكن تؤدي لنا ماذا سقوط امام مثلث من المقوس تماما؟ ممكن اكرر تاني؟ حاضر نكرر تاني يا عزيزي. طب يا اخي العزيز، شروط الكراهه اولها ان يكون الماء المشمس بقطر حار كصعيد مصر واليمن كدبت. أن يكون رقم اثنين، اكتب، أن يكون في إناء منطبع، منطبع أي مطروق بالمطارق. ثلاثة، أن يستعمل الماء المشمس حال سخونته وحرارته. رابعا، أن يجد ألا يجد، دي من شروط الكراهة، أن يجد غيره، أن يجد غيره
فإن وجد غيره كره استعماله. طيب ها ايه تاني؟ ده الخامس. اكتب دي كمان، الخامس ان يستعمل في البدن على الراجل. لا ده كمان استعماله في البدن وكل ما يدركه البرص، ده كلام في 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 الحواشي. اكتب عندك وان يستعمل كما ذكر ابن قاسم الغزي، ان يستعمل في البدن. اما اذا استعمل في الثوب او استعمل فيما يلامس الانسان فلا باس به على خلاف في هذا. طيب الاسئله بقى، ندخل في الاسئله لاحسن كده احنا ايه الفقه بسم الله ما شاء الله دخلنا في ساعتين وشيء. كم ساعه و40 ده انت بتحسب عليها دي انت واو طيب نكمل شويه كمان نديكوا حته وصايه. قال بعد ذلك، طيب حد عايز يسال حاجه في الماء المشمس؟ خلصنا التشميس. قال وطاهر غير مطهر لغيره. اتكلم على قسم اخر من اقسام المياه وهو الطاهر غير المطهر، يعني هو في ذاته وفي نفسه طاهر لكنه لا يحصل الطهارة لغيره. وهذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ماء مستعمل، والقسم الثاني ماء متغير بما خالطه من الطاهرات. طيب نمسك بقى حاجة حاجة كده. أول قسم الماء المستعمل. المستعمل إيه؟ قالوا المستعمل هو ما أدي به ما لا بد منه، آثم الشخص بفعل بتركه أم لا. ما أدي به ما لا بد منه، آثم الشخص بتركه أو لم يأثم بتركه. وعلى ذلك الصبي الصغير، الصبي الصغير إذا توضأ ونزل من أعضائه ماء، هذا الماء أدي به ما لا بد منه، لأن الصبي الصغير لا يمكنه أن يصلي إلا إذا توضأ، فوضوءه يصدق عليه أنه قد أدي به ما لا بد منه لأنه كان ممنوعا قبل أن يتوضأ من الصلاة. وكذلك يصدق على الحنفي الماء الذي توضأ به الحنفي الذي لم ينوي، لم ينوي الطهارة، لأن الحنفي بيقول لك لا الوضوء لا يشترط له النية. عند الشافعي بيقول لك لا لابد له من النية. ولذلك حتى ولو كان كذلك والحنفي قد توضأ بهذا الماء فعند الشافعي هو ماء مستعمل. لماذا؟ لأن هذا الماء قد أدي به عبادة متوقفة عليه، يعني هو ممنوع الحنفي من أن يصلي إلا إذا توضأ، يبقى الماء الذي استعمله قد أدي به ما لا بد منه، سواء آثم الشخص بتركه كالحنفي لأنه لو يعني ترك الوضوء وصلى فهو آثم، أو لم يأثم بتركه كالصبي الصغير. وكذلك الماء التي اغتسلت به الكتابية لتحل لحليلها المسلم من الحيض أو النفاس. مش إحنا عندنا لدينا معاشر الشافعية يجوز أن يتزوج المسلم من كتابية بشروط معينة. طيب هي لما تطهر من الحيض أو النفاس يجوز له أن يجامعها. طيب افرض إن هي ما طهرتش، إن هي طهرت ولكن لم تغتسل، لا يجوز له أن يجامعها، فجماعه متوقف على غسلها. فإذا اغتسلت يكون الماء الذي تقاطر من غسلها ماء مستعمل. لماذا؟ لأنه قد أدي به ما لا بد منه وقد حصل به ما توقف عليه، وهو حلها لحللها المسلم،
فحللها المسلم ما يستطيعش ان هو يجامعها الا اذا اغتسلت. فصار الجماع متوقف على الغسل، يبقى هذا الماء يصدق عليه انه قد ادي به ايه ما لا بد منه. طيب يبقى هو ده الماء المستعمل. وقيل في تعريفه كما في الشرح المعتاد، هو المستعمل في رفع الحدث وإزالة النجس، وكان ماء قليلا. المستعمل في رفع الحدث ايه هو؟ اللي هو الغسلة الأولى، يعني الغسلة الأولى هي التي ترفع الحدث، وأما الغسلة الثانية والغسلة الثالثة فهي لم ترفع حدثا ولم تزل نجسا. ولذلك كانت الغسلة الثانية والغسلة الثالثة من فصل فيها من الماء ماء طهور، ماء مطلق، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. طيب يبقى ده اسمه ماء ايه؟ طب وهل الماء المستعمل يصدق عليه أنه طهور ولا ليس بطهور؟ خلاف بين النووي وبين الشافعي. اختار النووي أنه ليس بطهور لأنه أزال، يعني مانع الصلاة فانتقل المنع إليه. وقال الإمام الرافعي بأنه ماء طهور لكنه منع من استعماله تعبدا، خلاف بين العلمين الإمامين النووي والرافعي رضي الله عن الجميع. والمستعمل في فرض الطهارة يسلب الطهورية بخلاف نفلها قلناه. طيب سؤال ليكوا بقى، هب إن هو نذر الوضوء، الماء نذر الوضوء، الوضوء قبل ذلك كان مندوبا، ثم بعد ذلك قال لله علي أن أتوضأ إذا أردت أن أقيم الليل، نظر الوضوء، يبقى الوضوء أصبح إيه؟ أصبح واجب، أصبح واجب لأننا نظرت إذا قمت إلى أي صلاة من الصلوات سواء كنت متوضئ أو غير متوضئ إننا توضأ، فأصبح الوضوء واجب علي. طب الماء المتقاطر من هذا الوضوء الذي أوجبته على نفسي يعتبر طهور ولا يعتبر غير طهور؟ قالوا لا، يعتبر طهور لأننا ننظر إلى أصل الوضوء. ده الوضوء دوت كان وضوء مجدد قبل ذلك، لكن حضرتك فرضت على نفسك فننظر فيه إلى الأصل لا إلى العارض. وشرط أيضا أن يكون الماء الذي يرفع الحدث أو يزيل النجس أن يكون ماء قليلا، يعني لم يبلغ قلتين، فإن بلغ قلتين هذا الماء ورفع الحدث وأزال النجس فإنه حينئذ لا يتغير ولا يسلب الطهورية لأنه ماء كثير. فإذا لم يكن يتأثر بالنجاسة فمن باب أولى لا يتأثر بانتقال منع الطهارة إليه. كما شرط أيضا أن يكون هذا الماء منفصلا عن العضو، لأن الماء إذا كان مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال. يعني المية وهي بتجري على إيديك وانت بتتوضأ قبل أن تنفصل من يدك لا تسمى ماء مستعملا. لماذا؟ لأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو للحاجة إلى ذلك. طيب دي كلها حاجات لطيفة ظريفة، إن شاء الله الدرس للفجر النهاردة. طيب الماء الذي يستعمل في إزالة النجاسة هل تزول طهوريته؟ نعم، إذا كان مستعمل في الغسلة الأولى للنجاسة المخففة، أو مستعمل في السبع غسلات في الغسلة المغلظة. طيب سلب الطهورية، طب والطاهرية؟
قالوا الطاهرية لها شروط حتى يسلب. أولا أن ينزل متغيرا. فلو أنت حضرتك بتزيل النجاسة كان إيدك مثلا يعني أصيبت بدم والدم بقي على اليد ثم بعد ذلك حضرتك غسلت إيدك فالدم المية نزلت فنزل الماء وانفصل من العضو متغيرا بلون الدم يبقى ده إيه؟ الماء التنجس خلاص. لماذا؟ لأنه دي اسمها غسالة النجاسة وغسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة فإنها حينئذ تكون نجسة. أو إذا انفصلت غسالة النجاسة وكانت النجاسة ما زالت باقية على الماء في المحل فتكون هذه الماء الذي انفصل من المحل النجس كذلك متنجس لأن المنفصل بعض المتصل. مش قالوا كده؟ المنفصل يعني الماء اللي نزل ده من المحل النجس ده كان بعضا من الماء الموجود فيبقى متنجس لأنه يحكم على البعض بما حكم به على يعني الأول. قالوا كذلك وأن يكون الماء موردا قليلا لا واردا. يعني حضرتك أتيت بإناء ووضعت فيه ماء قليلا أقل من قلتين وحضرتك الشال والشال اللي زي ده تنجس اتعورت حضرتك والدم مالأ الشال مثلا يعني فروحت حضرتك جايب المية وحطيت الشال على الماء يلما الماء ده ايه مورود لا وارد. واذا كان الماء مورود وكان قليلا ووضعت عليه النجاسة تنجس حتى ولو لم يتغير. اما اذا كان واردا حطيت الشال وضعت الشال في الاناء ثم بعد ذلك وضعت عليه الماء لا يتنجس الماء لأنه وارد لأنه مش هيتغير إن شاء الله لأنه وارد أهو الشرط أما بقية الشروط تحدد لك هذا لأنه وارد وليس مورود ويشترط ألا يتغير ويشترط الشروط بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها دي. طيب دي اسمها ايه؟ غسالة النجاسة. وأفضل عبارة على يعني على بساطتها واختصارها عبرت عن المراد كانت عبارة المنهج هات ولا ينبئك مثل خبير. ايه اللي انت عامله في كتابك ده؟ ده كتابك بيشتكي منك اهي فوق اهي. فهي بيقول لك كما قال في المنهج وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل طاهرة. شوف 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 نقل كل الشروط في العبارة القصيرة اللطيفة دي. غسالة قليلة أولا أن تكون قليلة لأنها لو كانت كثيرة لا تتأثر. منفصلة أما إذا كانت متصلة فإنه لا يحكم عليها لا بطهارة ولا لا يحكم عليها بالنجاسة لأنها مترددة على المكان. بلا تغير يعني وانفصلت غير متغيرة وبلا زيادة وزن بغير اعتبار ما يتشربه الثوب من الوساخات وقد طهر المحل والشرط أن يكون المحل بعد يعني انفصالها طاهر. أما إذا كان نجسا فكما قلنا المنفصل بعض المتصل. طيب ايه عبارة المنهج واضحة جدا إن شاء الله هنقرأ المنهج بعد الكتاب ده. طيب قلنا ايه بعد كده يا مشايخ؟ والمتغير بما خالطه من الطاهرات. خلاص بقى خلي المتغير بما خالطه من الطاهرات في أوقات أخريات ونتوقف عند ذلك سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وآمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما واجعل كل حرف وكل كلمة لك يا رب العالمين لا لغيرك. نسألك
أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن ترضى عن مشايخنا وأن تجزيهم عنا حسن الجزاء وأن تبارك لنا في الحاضرين وأن تمن عليهم بالفهم يا رب العالمين والإخلاص وحب سيد الأولين والآخرين.